جهود ومساعي كبيرة من قبل الأذرع السياسية والإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لمحورة الغزو التركي وتمريره لعقول الليبيين عبر مسميات مختلفة وسياسة تضييف القوى الناعمة في ذلك، إذ يلاحظ المسار الذي اتخذته الوسائل الإعلامية المدعومة من نظام أردوغان في اختلاق محاسن للعهد الاستعماري العثماني تزامنا مع موجة الامتعاض العربي الموجهة لأردوغان نتيجة تدخله المباشر والكبير في شؤون ليبيا وسوريا والعراق وسلوكه العدواني داخل هذه الدول. العهد العثماني في ليبيا أو الحقبة السوداء كما أطلق عليها المؤرخون لما مر به أهالي ليبيا بأضمك ظروف العيش وأشدها نتيجة نظام الضرائب المفروض من قبل العثمانيين نهيك عن الجرائم والفظائع التي ارتكبوها في حق الليبيين. تسليط القوى الناعمة وتوجيهها سياسيا والعبث في التاريخ الموثق عالميا في سبيل تحقيق المصالح هي أساليب معتمدة لدى أردوغان حاول بواسطتها ترسيخ مفاهيم معينة من شأنها تلميع تاريخ أسلافه العثمانيين لدى فئة من المتلقين وعبر وسائل إعلام موجهة إلى الدول العربية. لم تعترف تركيا بجرائمها السابقة على خلاف فرنسا وألمانيا وأمريكا التي اعترفت بجرائمها إبان العهود الاستعمارية الماضية، كما تعادي حكومة أردوغان إلى نهار اليوم كل من يقر بجرائم العثمانيين. Thank you.